ما أدري قضاء وقدر، لو عينه ضربته وما صلت على النبي، لو حظ العاثر والأسود كان السبب بهالشي اللي تعرض له، لو أكو سبب آخر باعتقادكم مثلا. حادث غريب قد يكون نادر في العراق، هذه المرة سببه مو السرعة الجنونية ولا اصطدام عجلتين أو مركبتين، باختصار نخلة متهالكة تعبانة وسط شوارع بغداد، سقطت النخلة نشخ على سيارة مواطن وأصابته برأسه، كان بداخل السيارة طبعا، أصابته برأسه فورا، حطمت مركبته بشكل مأساوي صادم غير متوقع. يعني النخلة هم وقعت على قمارة السيارة وكسرتها، وهم كسرت رأس السائق اللي قاعد ببطن السيارة. أي حظ عاثر هذا؟ النخلة شوية شوية تمير، هاي النخلة الصامدة تمير شوية شوية، واو 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 واو. إخوان الأعزاء، يعني هو حادث بسيط بس ما أدري، أنا مبتسم يعني. هذا حظه شنو أبو السيارة اللي صار الحادث وياه؟ يا أخي أبو جمن مصبوح، والله ما أدري. الحمد لله يمكن منطي صدقة من الصبح اللي الله بعد هذا البلاء عليك. هسا الحادث منو سبب؟ احنا من نرمي التقصير ما ندري احنا. يعني مثلا هذا الشارع، تدرون هذا الشارع وين؟ شارع المسبح، ويطلع قبال، وبالاخير الشارع المؤدي الى ساحة الحرية، تقاطع الحرية. شارع المطاعم، به مطعمين ما نريد نسوي دعاية لهم ونقول اسماء. بالضبط هو قدام المطعم، ازدحام، حظك سوى الازدحام هنا. وحظك انه اكو هواء عالي. وحظك انه النخلة عمرها طويل. ورادت تروح بعد النخلة، شو نسوي لها احنا؟ طبعا صدق حظ هو حظوظ، يعني حظه سيء. خلينا نشوف، احنا ما اريد اطول عليكم. هواء عالي وباع الهواء، شوف النخلة شوية شوية تمير، هاي النخلة الصامدة تمير شوية شوية. واو 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 واو. هسه ما ادري علي من بالتقصير، خايف يقوم الشكوى علي. هذه الاشجارية منو مسؤول عليها؟ ما ادري، مزروعة من زمان يعني. هل هي البلدية مسؤولة عليها تراقبها؟ ما ادري. لكن الله سبحانه وتعالى اراد هذا الشيء. نقول احنا الحمد لله على سلامته، هذا حظك اخوي، ودفع الله ما كان اعظم. لحظة شوفوا اللي صار. الحمد لله سالم، السائق سالم، لكن شوفوا اكو لقطة اخرى خلي رات حسيني يبينها لكم. شوفوا وين وقعت بالضبط النخلة. يعني الله سلم السائق، نقول دفع الله ما كان اعظم. نعم جت مصيبة على راسك انت، الله يكون بعونك. الحمد لله. شوف هذا السائق، هذا السائق الله دفع ما كان اعظم. باه متفاجئ، متفاجئ، النخلة ما جت الا عليه. وهسه شو نقول؟ هسه راح يذبوها براس المرور طبعا، يقول لك المرور لانه الازدحام، سيارة واقفة، النخلة وقعت عليها. هاي امر الله هذا يا اخواني. شوفوا الاضرار اللي موجودة بالسيارة هذه، يعني الله نجى السائق. لحظة، فوق راس السائق بالضبط صايرة. الحمد لله على سلامتك اخويا، وشاد راسه، بعد شو نسوي؟ هاي الحمد لله والشكر. من المقصر هنا؟ ما ادري، ولا راح ولا اقول من المقصر، اخاف اذب على واحد ويذب هنا ويقيم الشكوى علي. بس الله سبحانه وتعالى اراد لهذا الشيء ان يكون، يقول له كن فيكون. الحمد لله على سلامتك اخويا، والعوض على الله ان شاء الله. يعني فعلا وقعت نشخ على قمارة السيارة. لدينا أمثال شعبية عراقية كثيرة تختصر وصف ما حدث مع هذا الرجل المسكين. أولا الحمد لله على سلامته. يعني مثلا من بين هذه الأمثال يقول لك على البعير وعضة شلب، هذا الفقر، أو الفقر بالصحراء ده يمشي وقعت عليه شيلمانة. منين جت الشيلمانة ما أدري، بالضبط مثل هاي النخلة. أو بكل شيء حظه أسود إلا بالرقي حظه أبيض، أو حظه نايم بين الورود والرياحين، هذا اللي حظه حلو طبعا عكس هذا السائق المسكين. على أي حال، هناك ردود أفعال كثيرة كتبت حول قصة هذا الرجل. طبعا هذا الحادث بالضبط كان في الشارع المؤدي إلى تقاطع الحرية، وسلط الضوء على تلك الحادثة اللواء عمار وليد، ولقت تفاعل من قبل المدونين وأفرزت ردود أفعال وتعليقات. هناك من ألقى اللوم والذنب على أمانة بغداد وكوادر البلدية لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية تحسبا من وقوع هكذا حوادث مفاجئة، في حين هناك من طالب الحكومة العراقية بتعويض سائق العجلة ماديا.
عموما التعليقات نبدأها من أمل. تقول أمل في تعليق كتبته: واضح النخلة تعبانة، مو شغلة حظ بل قضاء وقدر. الحمد لله على السلامة، احتمال الله سبحانه وتعالى أبعد عن صاحب السيارة مصيبة أكبر من هذه، والحمد لله. تعليق من لؤلؤة محمد، تقول لؤلؤة محمد: عميد عمار ليش ما تقول أمانة بغداد لو أبو السيارة ضرب النخلة ووقعت، مو كان المرور البلدية حجزه ويخلوه يدفع غرامات تكسر الظهر؟ هسه من صار العكس، غير المفروض الدولة تعوضه؟ تعليق آخر من جواد الخزرجي يقول: لو البلدية تسرع، تسرع شنو؟ تزرع أشجار ظلية مو أحسن من النخلة؟ شنو عاجبهم بهالأشجار؟ أضرارها أكثر من نفعها، ويجب تعويض صاحب السيارة. اتعلموا من باقي الدول، تأخر طائرة عن موعدها يعوض المسافر، مو تدمير سيارة. محمد يقول، محمد زين في تعليق: تريد تطلع أو تطلع المقصرية على منو؟ المقصرية على منو؟ سهلة لو السائق هو اللي داعم النخلة، شقد راح تكون الغرامة عليه؟ هسه هنا النخلة هي اللي دعمت السيارة، عكسوا الحالة وعوضوا أبو السيارة مثلا. تعليق من السيد زين العابدين يقول: إذا أحد دعم سياج أو مكان تابع للدولة يتغرم، والغرامة فورية بدون نقاش. من يصير العكس مثل هاي الحالات، شنو الوضع اللي يصير؟ تعليق من أبو زيد الشمري يقول: أبو زيد، التقصير تتحمل بلدية الكرادة، والسؤال هل القضاء سينصف المتضرر أم يتعاطف مع البلدية؟ وإذا كان الحادث عكسي، السائق هو من الصدم بالنخلة، البلدية ستتنازل عن المطالبة بالتعويض. أحييك أبو زيد، والله كلام جميل ومتناسق ومرتب وإملاء صحيح. عاشت إيدك أبو زيد.